السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد عندنا تلقيح من جدي بور أصلي، تمن التلقيح 500 جنيه للرعاية والأكل فقط لغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي. النهاردة إن شاء الله زي ما عودناكم هنرد على سؤال جانا في التعليق. السؤال بيقول ازاي اقضي على البراغيث في قلب المكان بتاعي. طبعا واحد معانا من المتابعين بيعاني من البراغيث، وعارفين البراغيث دي بتقضي على الحاجه بالحرف، يعني بتموت الحاجه خالص. يبقى في ناس كتير قوي بطلت تربيه او بطلت الغوايه بتاعتها بسبب البراغيث، وان شاء الله انا اجيب لك النهارده الحل السحري زي ما بيقول. تمام، هما حلين مش حل واحد، والاتنين ان شاء الله سهلين جدا. اول حاجة معانا اللي انت هتربي فراخ في قلب المكان بتاعك، زي مثلا الرومي اللي معانا ده، هتربي فرختين ثلاثة رومي في قلب المكان، او خمس ست فراخ بلدي او هندي او اي نوع فراخ موجود عندك. هتقولي ليه يا عم احمد اربي فراخ مع الماعز واحنا عارفين ان الفراخ دي بتعمل مشكله للماعز؟ اقول لك لا، ما بتعملش اي مشكله للماعز وعلى تجربه. تمام، بس ايه فايده الفراخ في المكان؟ ايه فايده الفراخ في المكان؟ فايده الفراخ في المكان اللي هي بتاكل البراغيث، حلو الكلام، وبتاكل بيض البراغيث. يبقى احنا كده الفراخ هتحل معانا مشكله الايه البراغيث. واحد يقول لي كلامك غلط وانا مش مقتنع بيه والكلام ده على راسي من فوق، خد الحل التاني زي ما موبايل معايا الكريم ده كده. الكريم ده بقى انا بقول لك على تجربه، لمده 6 شهور مش هتلاقي برغوث في قلب المعزه بتاعتك، لمده 6 شهور بس المكان ممكن يكون فيه براغيث، واللي هيقضي على البراغيث في المكان الفراخ زي ما انا قلت لك، حلو الكلام. يبقى عشان اقضي على البراغيث اللي في جسم الحاجه المرهم اللي ظهر معانا ده، وعشان اقضي على البراغيث في المكان يبقى الفراخ. طيب هستعمل المرهم ده ازاي يا عم احمد؟ المرهم ده بتاخد حته على صباعك كده، تمام، وبتدعك بيه تحت باط الحاجه، تحت باطها، هي ليها اربع رجول تحت باطها من الاربع اتجاهات، تمام، بتدعك تحتيه لحد ما الجلد يشرب الدهان اللي انت حاطه. خلاص الجلد شرب الدهان، الدهان ده جري في الدم، الدم بقى فيه ماده السامه اللي هي بتموت الحشرات. طيب هتقول لي في ضرر للعشر؟ هقول لك لا. في ضرر للحاجات الصغيره؟ هقول لك لا، ملوش اي اضرار جانبيه على الماعز، ودي تجربه انا عشتها قبل كده معاه. يبقى عشان اقضي على البراغيث الدهان، وقلنا الدهان بتعمل ازاي؟ طيب الدهان بكام يا عم احمد؟ عشان عارف ان دي كلها اسئله هتتكتب في التعليقات، فانا بوفر عليك. الدهان بكام؟ الدهان ده تقريبا عامل 60 جنيه، بيتباع فين برضو يا عم احمد؟ بيتباع عند الراجل بتاع الكيماوي، اللي بيبيع كيماوي للاراضي. حلو الكلام؟ هتروح تقول له اسم العبوه دي وهو واضح معانا اهو، تمام؟ فانت هيديها لك، هتاخدها هتلعب بيها تحت باط الحاجه. مره واحده 6 شهور مش هتلاقي عندك برغوث في الحاجه. ولو في براغيث او حشرات في المكان، الفراخ هي اللي بتقضي على الحوار ده. يا رب يكون وصلت لك المعلومه وقدرت اوصل لك كل اللي يفيدك في هذا الفيديو. ولو نسيت في حاجه اكتبها لي في التعليق وانا هعمل لك عنها فيديو تاني ان شاء الله، عشان كل الناس تستفاد باذن الرحمن. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه، فعل زر الجرس هيوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.